يا مساء العود ومساء البخور. احنا اليوم موجودين في سنان للعود والعطورات الشرقيه. مؤسسه سنان موجودين من عام 1985. خلينا الان ناخذكم في تغطيه نتعرف على المنتجات حقهم. وهذا أول قسم موجود عندهم، قسم العطورات الفرنسية والعطورات الشرقية. طبعاً العطورات الفرنسية تصنع في المرحلة الأولى في فرنسا والمرحلة الثانية في نفس مصنع السنان، وعندهم العطورات الشرقية تصنع في مصنع السنان، وطبعاً كلها مطابقة إلى المواصفات الأوروبية. وبمناسبة شهر رمضان طبعاً نازلين بعروض تصل إلى 50%. ما شاء الله تبارك الله، حتى الفينيشينج حق العلب حقهم مرة رائع. وهذه من العطورات المميزة عندهم، مسك الطهارة. طبعا يجي منه بخاخ ويجي منه دهن، شايفين كيف الشغل مرتب. وهذا قسم البخور. طبعا اللي يميز البخور الموجود عندهم كله بخور طبيعي 100%. ونازل عليه عرض الآن مناسبة شهر رمضان. الأقسام المميزة عندهم قسم السبح، وهذا الكهرمان، الكهرمان ملك السبح. عندهم طبعا العقيق والعاج واليسر، جميع أنواع السبح، وبصراحة شغل كده. وهذا القسم طبعا قسم الخواتم والأحجار الكريمة، والحلو اللي يميز السنان أنه ممكن تفصل حسب الطلب. هذه الموديلات الموجودة عندهم، تختار الحجر وفصلوا لك حسب الطلب. ما شاء الله، وكلها موديلات حلوة، والحلو انها كلها في متناول الايدي. وهذه الصناديق حق المهر. طبعا اللي يميز الصناديق الموجودة عندهم انها كلها شغل يدوي، شوفوا كيف، هذا كله شغل يدوي ما شاء الله تبارك الله، وهذا من فضل ربي. وهذا من المتابعين شفناه. ها، وش رايك في السنان؟ ها، اسعارهم حلوة؟ ايه، رخيصة. رخيصة اكيد. يلا، وإذا جيت السنان اسأل عن هذه البطاقة، بطاقة العميل المميز، هذه تعطيك خصم 15%، والخصم فوري. وهذا موقع السنان على الإنترنت، طبعا تقدر تتسوق منه، وفي خدمات شحن.